اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورنا النجم الكبير الكابتن احمد سامي. منور الدنيا يا كابتن. يا نورك يا حبيبي، عامل ايه؟ كويس الحمد لله، كله تمام. تمام، الدنيا زحمه النهارده قوي. اه جدا باين عليه. اه الاخبار كله تمام الحمد لله. وانت طيب؟ وانت طيب وانت بالصحه والسلامه ورمضان كريم عليك وعلى كل المشاهدين. طبعا عندنا اسبوع خلص، وعندنا مباراه اهلي وجيش، وعندنا مباراه اهلي ونجوم. المباراه اللي جايه نتكلم بسرعه كده في المباريات اللي خلصت، وشكل الدوري العام والفرق الكبيره اللي لسه تحت دلوقتي بتلعب مباراه انبي وبتروجيت. انبي وبتروجيت متخيل المركز ال14 والمركز ال16. المباراه دي ايه هتطلع ايه؟ لا ما هو الاثنين بقى يعني المفروض تبع وزاره واحده بترول، وبعد كده بقى البقاء للاقوى. للاقوى مفيش بقى الكلام ده، خلاص كل واحد مع يعني عايز ياخد حقه بايده. انبي عنده 30 نقطه، بتروجيت عندها 34 نقطه، وصراع ساخن جدا. بص اللي دربك الحسابات كلها، وكان يمكن الاسبوع اللي فات مش اللي فات ده اللي قبله، كان الموضوع ايه يعني في ناس كسبت زي بتروجيت وبتاع استريحت، افتكرت يعني ان خلاص الموضوع خلص. مكسب حرس الحدود دربك الدنيا تاني، دربكها خالص يعني بالزبط. انت بتتكلم حد متوقع تتكلم لغايه 35 بونت ده، وخلي بالك لو انبي كسب النهارده سقف الهبوط عالي بقى 32 فعلا، ممكن في خلال ماتشين جايين تبقى 39 اللي يقعد فعلا. فالموضوع بقى صعب جدا لو انبي كسب النهارده، يبقى 33 وبتروجيت 34 وحرس الحدود 32 وجيش 34، يعني في مشكله. حتى لو انبي تعادل النهارده 31، في لسه في فرق عندها 3 جولات وفي فرق عندها 4، فيعني لسه الموضوع يعني تحت مولع خالص. وانبي مش من مصلحته انه يتعادل النهارده خالص، هيبقى يعني هيبقى قريب من الناس، لكن لو اتغلب هتبقى فيها مشكله. هيبقى 31 وعنده اهلي بعد كده، وعنده مباراه صعبه جدا. ما هو انت عارف شفت ماتش الجيش امبارح مع الاهلي، مع فرق الامكانيات، الاهلي لعيبه كبيره وبتنافس على الدوري والكلام ده، والجيش برضو فرقه كويسه جدا، بس الاهلي كسب بصعوبه. يعني الماتشات الجايه صعبه، صعبه على كله، على الفرق اللي صعب الدنيا على نفسهم. يعني لا برضو الماتشات اللي جايه فيها قتال كبير. كنت لسه بقول يعني فيها قتال بين الفرق اللي حتى اللي في وسط الجدول او اللي تحت، او الفرق اللي بتنافس على الدوري. يعني ما هو مفيش ماتش سهل ويبقى محسوم، الا انت لو ربنا وفقك وجبت جون بدري، فالفرق اللي بتقابلك من ناحية الدفاعيه بيبتدي تفتح شويه عشان تتعادل. بالزبط. فيبقى انت تورث مساحات تقدر توصل للجون، تكسب جون تاني كده يعني. بالظبط. واكيد حضرتك كنت بتقول للفريق لما كنت ماسك اي فرقه من اللي مسكتهم، لو شفتوا فرقه يعني ميته نخلص عليها اكتر. يعني انت دلوقتي مفيش فرقه ميته عشان تبقى عارف، حتى النجوم اخر فرقه في الدوري مش ميته، فرقه برضو في شراسه وفي عايزين يعملوا اي حاجه. يعني انا قصدي ايه، مفيش ماتش سهل زي زمان. يعني انت حاطط الثلاثه بونت قبل ما تلعب، ما بقاش في الكلام ده. لا مفيش، لكن الشوط الاول كان مقتول نسبيا امبارح يا كابتن احمد. لا هو الاهلي كان عنده مشكله كبيره، كان رتمه بطيء، والريتم البطيء النادي الاهلي مش متعود على كده. صالح جمعه كان هو اللي متحكم في الريتم، صالح جمعه كان كويس جدا امبارح، بس كان رتمه بطيء في صناعه الفرص في مساحات. صناعة فرص في مساحات كان جريدو يعني بيشتغل في مساحة في الظهر على طول، بياخده بين السردباكين، بس حتة القرار ان هو يعمل سرو كان بياخدها ببطء، قراره بطيء شوية، يمكن عشان ما كانش بيلعب بقاله فترة كبيرة، فدي اللي كانت مبطئة رتم الأهلي، مع ان الأهلي كان مستحوذ 70% الشوط الأولاني. بس للأسف كان الرتم هادي. لما الريتم يبقى هادي بتساعد الفرق التانية اللي بتلعب الاهلي ان هي بتحتفظ بمساحات الدفاعية وتقدر تتمركز بشكل كويس. فيعني هي دي اللي عمل صعوبة بالنسبة لها. لما الاهلي جاب جون اخر الشوط الاولاني فرقت كتير جدا معاه بين الشوطين، كان هيبقى قابل صعوبة اكتر في الشوط التاني. أكيد. فلما دخل جون في تغييرات حصلت للجيش، تغييرات هجومية. الجيش بدأ الشوط التاني كان نسبيا متواجد على طول في نص ملعب الاهلي، وكان بيمثل خطوره عليه، بس مش الخطوره الكبيره، بس قدر الاهلي يورث مساحات. لما جه البنالتي عمل مشكله كبيره جدا، وبنالتي ساذج جدا، يعني ايمن اشرف يعني اول مره يعمل كده ايمن، يعني لعيب دولي ما ينفعش الزحلق في الحته دي أول مرة، خصوصا ان هو حتى في ال 18 هو بعيد. بالزبط. يعني هو بعيد، يعني انت لو استعملت جسمك معاه مش يعني عمره ما يحطها جون، خصوصا ان مصطفى محمد جات له فرصه برضو الشوط الاولاني اللي هو استلمها ولف وعملها،
هو بعيد على الجون يعني، انت عارف انت كنت راس حربه وعارف انت مش شايف الجون، فانت تقديريا الموضوع تقديري، بس انت لو استعملت جسمك ومنعت الراجل يشوف الجون هيحطها تقديريا. بص صعب جدا انها تخش جون، بس هي سوء قرار من ايمن اشرف تقدير، دخل الجيش تاني في الماتش بالظبط. والجيش الطرد اللي طرده نضاي ساعد الاهلي كتير على المكسب، عشان نكون واضحين، لان الاهلي كان رتمه بطيء، ودي هي دي المشكله الكبيره جدا اللي كانت مواجهه الاهلي في ماتش الجيش. جميل. هي اللي ساعد الطرد ده، هو نقطه فاصله في مكسب الاهلي. جميل. تيجي نتكلم شويه في الكوره بقى، الفنيات زي ما احنا متعودين. امبارح الناس اتكلمت على دور صالح جمعه، وصالح جمعه طبعا لعيب مفيش اتنين يختلفوا عليه، بس انا امبارح كنت شايف في حاجه سلبيه قوي، انا اول مره اتكلم مع حد فيها يعني، ان انت كنادي اهلي محور لعبك هو لعيب واحد بس كان في الماتش ده امبارح تحديدا، اللي هو صالح بينزل يستلم كل كوره. شفتها ازاي النقطه دي؟ انت قلت ان الريتم كان قليل شويه، انت عندك لعيبه سرعات اوكي قدام، يعني انت عندك ازارو سريع وجيرالدو سريع. طبيعي جدا ان مع التحفظ الدفاعي الكبير بيلعب بخمسه ورا صرف مدرب الجيش، طبيعي جدا ان لازم صالح ينزل يستلم من تحت. لا تمام، ونزوله بيستلم من تحت بيبعد عن الرقابه، وعشان تبعد عن الرقابه برضه في نفس الوقت انت صالح زي ما تقول كده يعني خطورته لما بيستلم الكوره بالظبط، وعايز يستلم الكوره ويبقى عنده المساحه والوقت ان هو يعرف ياخد القرار بالظبط، فعشان كده بيهرب في مساحه ويستلم في مساحه، هي طبعا المساحه كبيره جدا بعيده عن الخط الهجومي، لكن هو بيعملها بس بيعملها كويس أوي. فدي كانت مساعده برضه على الريتم البطيء لصالح جمعه. تمام. بس في نفس الوقت انت عنده ميزه صالح ان هو بيحط الكوره في مساحه جون كويسه، وعنده السرعات اللي تساعد تنجح له السروق. خلي بالك فرق كبير جدا، انت السرعات اللي كانت بتتعمل كانت اغلبيتها الكور القطريه اللي بتتعمل في ظهر الباكات اغلبيتها لجيرالدو تمام. مش لرمضان صبحي، لان رمضان صبحي مش سريع. رمضان صبحي برضه خطورته ان هو بيستلم في المساحه تبقى قريبه للجول. تمام. لكن سريع وكره في رجله، وكره في سريع من غير كوره، ويعني وكره في رجله بيعرف يحجز على الكوره، ما حدش بيعرف ياخدها منه، لكن هو مش سريع زي جيرالدو. تمام. او ازارو. تمام. فكان كل الكور القطريه اللي بتتلعب في الظهر كانت لجيرالدو. تمام. وكانت منجحه التمريرات بتاعت برضه، خلي بالك لو ما فيش سرعات، لو جيرالدو بيلعب واحد بطيء مكانه كانت هتبقى في مشكله جدا، كان هيبقى في جاب كبير بين صالح جمعه وازارو. تمام. ورمضان صبحي وجيرالدو. الجاب الكبير ده ساعد ان وجود اتعالج عشان وجود سرعات. تمام. انا قصدي في ايه بقى يا كابتن؟ انا قصدي ان انت كلاعيبه نادي الاهلي كلنا امبارح كنا عايزين الكوره في رجل صالح يعملها سرو بس. ما خلي بالك، ما هو انت من الفرقه بتعتمد على البلاي ميكر. من قبليه كان عبد الله سعيد كان بتعتمد، هو اللي دايما في الفرقه اللي بتعتمد على البلاي ميكر. البلاي ميكر ده هو اللي بيظبط رتم الفرقه، السرعات، امتى يبطئ الرتم وامتى يسرع الرتم، وامتى يلعب الكره بسرعه وامتى يهدي الجيم. الكلام ده في ايد البلاي ميكر، وانت معتمد على بلاي ميكر هو واحد. طب ده ايجابي ولا شايفه ازاي؟ لا، شايفه ان الاهلي من فتره كبيره جدا وبيعتمد على البلاي ميكر، واخد على كده. فانا شايف ان الفتره دي صالح جمعه من الماتشات اللي بياخدها، جت متاخر في اخر الدوري، بس دي هتنقل الاهلي نقله تانية اللي كان عنده مشكله في حته البلاي ميكر. بالظبط. بالظبط. لكن هيبقى عندك مع وليد سليمان كمان، انت ما تنساش وليد سليمان هيرجع. بالظبط. هيرجع ده اللي بتكلم فيه، انت بقى عندك محاور لعب. بالظبط. يعني بس خلي بالك، يعني انت هتلاعب وليد سليمان كويس كل حاجه، وكره في رجله، ومش بطيء. وليد سليمان مش سريع ومش بطيء، يعني في النص. بس انت عندك مشكله، انت عندك هيبقى فيه رمضان وهيبقى فيه وليد، وهيبقى ما فيش الا واحد سريع في الفرقه بس هو ازار. دي هتعمل مشكله كبيره، خلي بالك. بس اللي هيساعد على كده ان الاهلي فرقه استحواذ، وكل الفرق اللي بتقابل الاهلي هي بتضايق المساحات. فجيرالدو مشكلته الوحيده ان هو بيفقد الكوره كتير، والاهلي مش متعود، لان ما كانش في الفورمه بتاعته خالص. لا، هو كمان الميس باص عنده، هو من اول ما جه الميس باص هو سريع وبياخد في الظهر وبيشتغل كويس كل حاجه، بس هو مش لاقي استحواذ. طب ما يلعب او يتوظف على قد امكانياته، اللي انا هستلم واحط يعني، ما احاولش ان انا ازود الكوره في اوقات
هو برضه هو جديد وعايز يثبت نفسه، فخلي بالك الحرب دي بين اللعيب ونفسه. هو عايز يبقى يحجز مكان، بس وليد رجوع وليد سليمان مع كمان صالح جمعه في الحاله اللي هو فيها ويجهز اكتر من كده، هتبقى فيه الاهلي هيرجع الريتم اللي انت بتشوفه، الاستحواذ من تحت ده اللي انا بتكلم فيه. بس احنا عندنا مشكله، عندنا بدايه اللعب من تحت مش كويسه. بدايه اللعب من تحت. تحت من عند ايمن اشرف ومن عند مع انت ياسر. ما بتضغطش عليك بس ما خلي بالك، ما هو دلوقتي البلاي بنى اللعب ما بقاش من نص ملعب، بنى اللعب من السرد باكات، بالسرد باكات كمان بالذات تمام، وتمركزاتهم، لان بتدي فرصه للبلاي ميكر يشتغل في ظهر الديفندرات، وبتدي فرصه للاطراف تشتغل في ظهر الباكات والسرد باكات، بتدي فرصه لتحركات تكتيكيه للفرقه بدل ما ينزلوا تحت. اصل انت عندك مشكله، انت عندك بنى اللعب من تحت مش 100% مش نادي الاهلي، فانت بيضطر جيرالدو ينزل، بيضطر صبحي ينزل، رمضان صبحي ينزل، صالح جمعه ينزل، فانت بتعمل فجوه بين نص الملعب وازاره، فدي المشكله الكبيره فاهمني. لكن انت لو عندك يعني، انت خلي بالك رامي ربيع من احسن اللعيبه اللي بتبني برضه، يعني حته عدم وجوده خصوصا ان هو لعب فتره اللي فاتت وكان كويس جدا، انا مش عارف ما بيبداش ليه الماتشات، خصوصا ان هو لو لعب ماتشين ورا بعض هيروح المنتخب رامي، انا متاكد لو لعب ماتشين ورا بعض هيروح المنتخب. فانا رامي انا شايف ان هو طالما انت كنت جريء وديت صالح جمعه وهو بعيد خالص جه من اخر الدنيا ولعب، اد رامي ربيعه، خلي بالك رامي ربيعه هيعمل اتزان كبير جدا في بدايه اللعب في بنى اللعب في نادي الاهلي، وهيدي اتزان كده من ناحيه الدفاعيه، خلي بالك النادي الاهلي برضو من ناحيه الدفاعيه مش 100% برضو في مشكله طبعا، في مشكله ماشي ماشي. انا كنت عايز اوصل معاك لنقطه ان انا مش عايز اعاني ان انا افقد صالح جمعه لا قدر الله اصابه، لا قدر الله خد وقف، مش عايز افقد شكل اللعب، يبقى عندي محاور لعب. ما انت عندك وليد رجع ورمضان رجع وجيرالدو موجود وحسين الشحات، خلي بالك كويس، هيبقى كويس جدا، الناس برده مستعجله وبصل فلوسه، مش بصل فلوسه ومستعجلاه وهو مضغوط، يعني حسين الشحات مش من النوعيه اللي هي واخده على الضغط، خلي بالك برضه هو يعني كان بيلعب في انديه بيلعب في انديه كلها وسط، فمش واخد على الضغط ده، فانت برضه مستعجله، ضغط فلوسه كتير وضغط انت منتظر منه حاجات كتير، وفي نفس الوقت انا شايفه ان هو في بعض الاوقات لو اشتغل باك رايت هيبقى كويس جدا. باك رايت طبعا زي معلول بالظبط، زي معلول بالظبط، عندنا هاني وعندنا فتحي، ما هو هاني متعور هانيك بالظبط، هاني متعور، خلي بالك حسين هاني كان موجود الماتش اللي فات، حسين الشحات لو لعب في بعض الاوقات باك رايت هيبقى كويس جدا جدا، وتبقى انت مستغل حتى جبهات كبيره جدا، لان حسين الشحات من ناحيه الدفاعيه كويس، لانه لعب باك رايت كتير جدا في المقصه وكان هايل تمام، فمن ناحيه الدفاعيه كويس، يعني خلي بالك من ناحيه الدفاعيه يفوق هاني عشان تبقى عارف، هاني من ناحيه الهجوميه كويس لكن عنده مشكله في الناحيه الدفاعيه. تمام. تعالى بسرعه كده نعمل ريفيو كده على المباريات اللي اتلعبت. الاسماعيلي مع حرس الحدود، حرس الحدود كسب 1-0، انت قلت لي ان النتيجه دي قلبت حاجات كتير، قلبت الدنيا تحت الدنيا، خلي بالك بتروجيت مكسبه الاخير حس بنشوه، خد نفسه لما حرس الحدود كسب الاسماعيلي، الدنيا برضو رجعت لنقطه الصفر، خلي بالك يعني هو بتروجيت محتاج ماتش الانبي ومحتاج ماتش الجيش الجاي عشان يقعد، عشان ما يدورش على النتائج الثانيه. وبعدين حرس الحدود عمل مفاجاه كبيره، وكان على قد المسؤوليه اللعيبه ان هم عملوا ماتش كبير جدا مع الاسماعيلي، خصوصا الاسماعيلي بيمر بمشكله كبيره، بيمر باسوأ فترات حياته، اسوأ فترات حياته، وانا شايف ان يعني الاسماعيلي هم اللي حط، يعني الاداره والكلام ده هو اللي حطوا نفسهم في الموقف ده. انا شايف ان اي مدرب مصري يجي يمسك الاسماعيلي احسن من المدربين اللي بيجيبوهم اللي هم مالهمش سي في خالص. انا شايف غريبه بصراحه، لا يعني الاسماعيلي مليان لعيبه كانوا جامدين ومدربين كويسين جدا ماسكين فرق بره، يعني ليه لا انا ما اديش الفرصه لواحد من هيبقى عنده انتماء للفرقه وهيبقى عارف طريقه تفكير النادي والجمهور
وفي نفس الوقت نادي الاسماعيلي قوته ان الجمهور يقف وراه. فحته ان انت فاصل ومصمم ان انت تجيب اجنبي، ويا ريتك جايب اجنبي من كلاس ايه، نادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، حته ان انا اجيب مدربين كمان، قرار ان حته اجيبها مدربين بقيمه الكابتن محمود جابر طبعا مدرب كبير، وكابتن صبر منياو مدرب كوره مدير كوره، ان اجيبه عشان اطفش مدرب مش نادي الاسماعيلي. طالما انت جبته ورضيت تمضي معاه الشرط الجزائي ده، لا ادفع له الشرط الجزائي ومشيه، لان نادي الاسماعيلي نادي كبير، ودي سمعه، خلي بالك دي سمعه ان انا بقى اجيب مدرب ومشي وحش اعذبه بقى عشان اديله حقه، لا مش نادي الاسماعيلي اللي يعمل كده. وبرضو ابراهيم بيه عثمان يعني من رؤساء النادي اللي جت قبل كده، حتى مش الفتره دي حققت بطولات في النادي، فيعني مش نادي الاسماعيلي اللي يحصل فيه كده. وانا شايف ان ده بينعكس، حتى خلي بالك انت ممكن تعمل حاجات صح كتير كلعيبه وتشكيل وكل حاجه، وما بقيش في ظلم بره الملعب بينعكس على الفرقه. انت خلي بالك في الاسماعيلي ضيع فرصتين، واحده في العارضه وواحده في الجون جوه 6 يارده شولونجو. الحاجات دي خلي بالك بتفرق، حته العدل، بتحاول تحقق نوع من العدل للناس، بتلاقي ربنا موفقك يعني أكيد. في حاجات كتير أكيد. لكن أكيد. انا شايف الاسماعيلي سنه للنسيان، سنه للنسيان لازم. مع ان عمل السنه اللي فاتت سنه استثنائيه، السنه دي سبحان الله سنه مختلفه خالص، مع ان المفروض كانت تبني على السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا واصل عندك بطوله عربيه، بطوله افريقيه، تاني الدوري، المفروض السنه دي بقى تبقى مرايه للسنه اللي فاتت، المفروض ان انا احقق انجازات ابني عليها السنوات الجايه، مش ابدا من نقطه الصفر. انت عامل ايه؟ هدي الدور خالص السنه اللي فاتت وعايز يبني دور جديد السنه دي بالزبط. لا مش هيسعفك الموضوع، لان انت داخل 3 بطولات او 4 بطولات، فانت للاسف يعني نادي الاسماعيلي اشتركوا في قرارات يعني نوع ما قرارات ما ساعدتش الفرقه ان هي تواصل النجاحات اللي حصلت السنه اللي فاتت. تمام. سموحه والجونه وخلص 0-0، برضو شايف شكل الفرقتين يعني الجونه، يعني الجونه فرقه من الفرق اللي بقى لها 4-5 ماتشات من الدور الثاني، يعني من شهر واحد لما جابوا لعيبه ابتدت مستوى او تحليل اداء الفرقه بقى دايما في تقدم، بيأدوا كويس جدا، كمان مؤشرات الاداء اميدو كويسه قوي، يعني اتفرج على الماتش، اتفرج على نوع من التحركات كويسه، بيشتغلوا بشكل جماعي كويس، اشتغلوا جبهاتهم والعمق، وعندهم اللعيبه اللي بتنفذ لهم الكلام ده. حتى لو كانوا بيتغلبوا انت مبسوط من اداء الجونه، بس هم واصلين 36. التعادل مع سموحه مش وحش بالنسبه لسموحه وبالنسبه للجونه. السموحه يمكن من بعد الكابتن حسام ما جه اتغلب له كام ماتش، وبعد كده كسب 3 ماتشات ورا بعض 9 بونت، خليته 34 بونت. لما ياخد في 4 ماتشات 10 بونت حاجه كويسه في ظل المعركه اللي تحت. فانا شايف ان هو 35 و36 هم نسبيا هم بعاد شويه، حتى خلي بالك اصل المكسب تحت صعب. ما يقولش بقى كل فرقه تقول اصل لو كسبت ماتش، اصل المكسب مع صعب جدا في الثلاث اربع ماتشات الجايين انت تكسب وتقول انا هكسب، دي صعبه جدا. لكن انا 10 بونت في سموحه بالنسبه لسموحه في 4 ماتشات دي حاجه كويسه يبني عليها الثلاث ماتشات الجايين. جميل. للجونه حضرتك قلت ان هم عملوا تدعيمات في شهر واحد فرقت معاهم كتير طبعًا جدا، طبعا لعيبه من الاهلي مهمه جدا، احمد حمدي وياسر ريان والجزار لعيبه مهمه، لعيبه مهمه وفرقت معاهم جدا، فرقت معاهم بشكل كبير جدا. وعندهم خلي بالك باك ليفت برضو اسمه السعداني، واخدينه من اول السنه من النادي الاهلي 97 بتهيألي، لعيب كويس قوي برضو. يعني انا قصدي الاستقدامات والكلام ده يعني تحسب لاداره الجونه ان هم جابوا احتياجاتهم بالظبط، وجابوا احتياجاتهم وجم اللعيبه من حظهم كويس برضو، ان اللعيبه جاهزه يعني ما كانتش بتلعب في النادي الاهلي بس جاهزين بدنيا وفنيا، فجم نقلوا الفرقه نقله ثانيه خالص. دي حقيقه. فرصهم ايه في الرجوع يا كابتن احمد؟ في رجوع الاهلي انا شايف يعني انت مثلا بتتكلم على حمدي، فرصته كبيره، لازم يبقى موجود طبعا، لازم يبقى موجود طبعا. والجزار بيتهيألي ياخد له كمان، انا من وجهه نظري يعني الجزار ياخد له كمان سنه اعاره، لان النادي الاهلي السنه الجايه المفروض بينافس على بطولات كبيره، والجزار لعيب صغير يعني ياخد وقته شويه، وبعد كده الاهلي يشوف يقيم اداؤه. احمد ياسر
احمد ياسر اعاره برضو السنه الجايه كمان يتقل اكتر وكلامنا، لكن حمدي اكرم توفيق يرجع برضو. اكرم توفيق هو وحمدي هم اللي يرجعوا، انا من وجهه نظري يعني اتفق معاك. النجوم والاتحاد السكندري وخساره جديده للنجوم بهدفين مقابل هدف. والله يعني النجوم كابتن رمضان هو جاي عشان السنه دي والسنه الجايه، اوكي الاربع ماتشات دول والسنه الجايه، هو طلع قال الكلام ده. فانا شايف ان يعني كابتن رمضان الفتره دي بيحاول، ما قدرش خلاص، هو عنده التارجت السنه الجايه، التارجت السنه الجايه حتى الفرقه لو نزلت هو هيشتغل معاهم تحت. يعني ماتش يعني النجوم ما قداش الاداء اللي يخليه يكسب، يعني هم كانوا راكبين المباراه من اول ما بدات، يعني مش هيقعدوا يضيعوا كذا فرصه. الاتحاد كان في الاول متخوف شويه لغايه لا هم برضو ما وصلوش، يعني ايه يعني الاداء النجوم في الشوط الاولاني ما يخلوش يكسب، حتى لو كان في كل اللعب في نص الملعب، كل اللعب كان في نص الملعب، بس برضو الاداء الهجومي ما كانش على المستوى اللي يخلي النجوم يجيب جون. الاتحاد عنده نوع من العصبيه، كابتن حلمي مضغوط عليه طبعا، بقاله اربع ماتشات ما بيكسبش سواء بيتغلب او بيتعادل، فكان الماتش ده يفرق معاه في 3 4 مراكز، وفعلا لما كسب بقى 37 بونت 36 36 36 اتحاد سكندري 36 36 يعني فرق معاه، يعني فوقه شويه بالزبط. وفي نفس الوقت نطته اربع مراكز، رفع خمس مراكز، رفع عنه الضغط شويه الفتره اللي فاتت، لان كان الجمهور ضاغط على كابتن حلمي والجهاز الفني جامد جدا والاداره كمان. وانا عارف الجمهور في الاتحاد السكندري. نطلع على مباراة المصري ودجلة وانتهت أيضا بالتعادل السلبي 0-0. يعني هو طريقة تفكير الاثنين مدربين واحدة، حتة البنى من تحت، وبيشتغلوا على كده على الرتم البطيء عشان تاخد قرار صح، هو بيعتمدوا على كده وبيعتمدوا على مساحات معينة بيبتدي اللعب بيبقى أسرع فيها. أنا شايف هي نتيجة منطقية لفوقان دجلة الفترة الأخيرة وفوقان المصري الفترة الأخيرة، بغض النظر عن الماتش الأهلي اتغلبوا، بس هو ما تاخد على أدائهم توتال في الماتشات، لا هم بيأدوا بشكل كويس جدا مع كابتن إياب جلال المصري، وبيأدوا شكلهم اتغير كمان وبيأدوا بشكل كويس الفترة الأخيرة مع تيكس اسمه تكيس. كابتن أنت مرنت النجوم قبل كده، لو نزلوا هيطلعوا بسهولة ولا الموضوع هيبقى صعب؟ لو نزلوا لعبوا في القاهره، انت خلي بالك اصل عندك مشكله، انت عندك لو الداخليه نزل والنجوم نزلوا اتنين من القاهره، اتنين من يعني اتنين في مجموعه القاهره، يعني فرقه منهم هتروح الصعيد اكيد على حسب توزيع، فالنجوم لو راح الصعيد هيبقى فرصته اكبر، هيبقى فرصته اكبر ان هو يطلع. اوكي حتى لو الملاعب الصعيد والكلام ده كله، لا لا بتبقى الفرق المنافسه في الصعيد مش وليلة. كتير قليله، لكن هنا كتير جدا، هنا كتير صعب. جدا الموضوع صعب، لكن لو راح مجموعه الصعيد بيبقى الموضوع اسهل، بيبقى في فرقه وفرقتين هما اللي بينافسوا بعض بس. مكسب بيراميدز وتعادل ايجابي 1-1. والله هي دي مفاجاه ان المقص عملت ماتش واداء كويس جدا، يعني بصراحه كانت مفاجاه ان اللعيبه تحس ان هي ما عليهاش ضغط، تحس ان اللعيبه، ودي برضو انا شايفها تحسب للاداره في غياب الكابتن طلعت يوسف. لا الكابتن طلعت اعتذر وقدم معاهم بشكل كويس، كابتن اعتذر خلي بالك ما تنساش الكابتن طلعت برضو ان الفرقه كانت بتنافس على الهبوط السنه اللي فاتت، وهو قعد الفرقه بشكل كويس قوي السنه اللي فاتت وبدا معاهم وكان بينافس على المركز الرابع لولا الماتشين ثلاثه اللي حصل فيهم دروب الاخرانيين. كابتن طلع مدرب كبير وعمل شغل كويس مع المقصه، بغض النظر انه هو ما كملش معاهم اخر ثلاث ماتشات، لكن الاداره كانت عارفه ان هي وهم ولا ينزلوا ولا ياخدوا مركز رابع، هو الاداء المشرف بس في الثلاث ماتشات الجايين. فانا بس شايف انه عملوا ماتش كويس مع بيراميدز، وبرضه في نفس الوقت بيراميدز ما ادتش الماتش حقه، خلي بالك بيراميدز كانت واثقه مليون في الميه انها هتكسب، ودي اللي عملت مشكله كبيره جدا، وخصوصا المقصه مش فرقه صغيره، عندها من العناصر وكواليتي اللعيبه الكويس قوي طبعا، خصوصا ان هم حته ان تشال من على اكتاف المقص عبء. ايه هو عبء؟ كان كابتن طلعت برضو كان بينافس على مركز معين، لما كابتن طلع واعتذر ومشي خلاص بقى العبء ده مش موجود، ان هو انا بنافس على مركز معين، فحته الماتشات اللي جايه انا بلعب للمتعه. تمام، خلي بالك لو اتغلبوا المقصه مش هيحصل حاجه، لو كسبوا يبقى حاجه انجاز، يعني انا قصدي ايه مش خسرانين حاجه، فعشان كده لما بتقابل فرقه
ما تبصش ولا ترتبها في جدول ولا تربو ولا تبص انها تكسب او تخسر، معلاش اي ضغوط ولا اي التزامات غير بيراميدز. بيراميدز عليها ضغط ان عايزه تكسب ماتشات ليها عشان تبقى موجود في الصوره، ان الاهلي ممكن يقع ماتش او ماتشين، الزمالك يقع، بتلعب يعني على الافتراضيه، فهم محطوطين تحت ضغط. وبرده ما ادوش للماتش حقه، لو ادوا الماتش حقه لا، في فرق بين البيراميدز ككواليتي لعيبه، وفي فرق بين بيراميدز كفرقه، وفي فرق بين بيراميدز والمقص، في فرق تمام. يعني في فرق لازم نعترف بيه، بس الفرق ده راح جوه الملعب لما بيراميدز ما عملش حساب كويس قوي لفرقه المقصه، والمقصه ابتدت تبقى احسن منها في الماتش. تمام. المقاولين والداخليه، والمقاولين ضيع نقطتين، اعتقد ان هم كانوا سهلين جدا. لا ده المقاولين كانت تتغلب، كان يتغلب شوط تاني. انا قصدي ان هو يعني تساهل في المباراه، او اعتقد المباراه خلاص بقت بتاعته. لا انا شايف ان برضو إيه اللي حصل؟ المقاولين الشوط الاولاني من بدايه الماتش، انت عارف اول 13 ثانيه احمد علي يجيب جون، دي خبطه جامده جدا للداخليه، خصوصا ان هم نازلين عايزين يكسبوا عشان يخشوا في الصوره. تمام. دي خدت من الداخليه كتير، ان اول 13 ثانيه خدوا شومه على دماغه، يعتبر في التسخين جابوا جون شومه. فخدت منهم وركبت المقاولين اكتر في الماتش ودخلته، لان اللعيبه اتهزت الداخليه، فالجون الثاني دخل، والجون لما اتجني دخل خلاص بقى وان سايد جيم الشوط الاولاني للمقاولين. الشوط الثاني حصل ليه ما استغلش بقى ان انا فايق وان الفرقه واقعه؟ لا انا مش لازم استغل، مش لازم استغل اجيب جوان، ادافع كويس خلاص خلص الموضوع، واشتغل على المرتد، لان الفرقه اللي قدامي وباين جدا بين الشوطين اللي هيعمل تغييرات هجوميه وهيدخل عناصر كبيره، وفي نفس الوقت هو كابتن علاء استعجل في الماتش، ان هو بدا باتنين راس حربه وخدت منه في نص الملعب، فالمقاولين ركب او خد منه نص الملعب في الشوط الاولاني. انت مع المسميات يا كابتن احمد؟ يعني هلعب باتنين راس حربه؟ لا بس هو باين ان كان سالم. انا بتكلم بصفه عامه مش على الماتش ده. يعني ايه مسميات؟ يعني هلعب مثلا 4 3 3. لا ما هو انت توظيف اللعيبه باين. سيبك من الطريقه، التوظيف اللعيبه باين ان سالم معلق قدام هو وباولو. تمام. فدي خدت من نص ملعب، يعني نص ملعب اتاخد منه، لان الكثافه العدديه في المقاولين كانت اكتر في نص الملعب. تمام. فكانوا متفوقين في نص الملعب. تمام. فابتدت صناعه اللعب تبان، واحمد علي بيوصل لجون كتير. ولويس ده لعيب كويس جدا. اللي هو الكولومبي او من امريكا الجنوبيه، يعني الكابتن علاء نبيل جابه اول السنه، ده لعيب هايل، فريق جماعي، هو اللي عامل الجون كمان اللي اول 13 ثانيه اللي عملها بالعرض على الارض لاحمد علي. فانا شايف ان هو الشوط الاولاني حاجه، فانا تفكيري كراجل ماسك المقاولين اللي هو كابتن عماد النحاس، ان هيعمل تغييرات هجوميه، وتغييرات هجوميه وهيبتدي يهاجم، بتوصل لدرجه ان انت هتهاجم بطريقه عشوائيه. لما تيجي تهاجم تنزل كثافه هجوميه كتير بطريقه عشوائيه، انت خلي بالك تقل اكتر. فانا لازم يبقى كان في تغييرات او سيناريو دفاعي يحبط الموضوع ده ويشتغل على المرتد، خصوصا ان عنده لويس واحمد علي من اللعيبه الصراع، وطلعت كمان لما نزل بقى عنده 3 لعيبه قدام لعيبه تقيله. تمام. فلو اشتغل على المرتدات كان ممكن يزود النتيجه، لكن هو ابتدى اشتغل مع الجيم عادي بدايه الشوط الثاني. ف الداخليه استغلت بعض المساحات في خط الظهر وجابت في جون في البنالتي تعادل في بعض فرص في اخر الماتش. بس لما الكابتن عماد النحاس عمل تغييرات، عملت اتزان في نص الملعب في اخر 10 دقايق وربع ساعه، كنت المفروض او اخر 10 دقايق كنت المفروض تلاقي الداخليه على طول في نص ملعب المقاولين. لا العكس، لما اشتغل بقى وحافظ على التنظيم الدفاعي للفرقه، لا ابتدى يبقى هو اللي موجود في نص ملعب الداخليه، وطلعت في اخر الماتش كان ممكن يخلص الماتش فرصه على خط الجول. تمام. فانا شايف ان لو اشتغل عماد النحاس من بعد بدايه الشوط الثاني نفس اللي عمله، التغييرات اللي عملها في النص بعد ما تعادل، كان ممكن يكسب بفرق كتير. تمام. خلاص اتكلمنا عن طلائع الجيش والاهلي، عايز تتكلم على المباراه دي تاني؟ في حاجه عايز تتكلم عليها؟ على طلائع الجيش والاهلي؟ لا انا شايف ان بس الجيش عمل الشوط الاولاني كويس من وجهه نظر الراجل، مش من وجهه يعني مش من وجهه نظر ان انت المفروض تلعب مع الاهلي كده. طب من وجهه نظرك يعني لعب بكل السرد باكات اللي موجوده في النادي، الجيش احمد سامي واسلام جمال وسطوحي، ولاعب الفيل باك رايت، واحمد سمير باك ليفت، ولاعب كمان بوشه
الطرف كمان يعني كل الباكات لعبت، فانت طبعا لازم يبقى استحواذ الاهلي 70%. تمام. ولازم تبقى انت موصل فكره للعيبه ان انا نازل ادافع بس، فانت موصل للعيبه ان انت دايما هترجع لورا. تمام. فده ساعد من عون مساعده برضو، مش اللي هو الحاجه الاساسيه، لان الاهلي اشتغل بشكل كويس في الاستحواذ، بس دي ساعدته اكتر ان خلت اللعيبه تشتغل في مساحات كبيره، لان كل تلاقي اغلبيه العشرة بتوع الجيش بيشتغلوا من فوق ال 18 بتاعهم ب 10 يارده، مش من فوق الدايره من قدام، لا من قدام ال 18. فدي ساعدت في صناعه اللعب حتى لو صالح جمعه كان متاخر. تمام. فانا شايف ان هو بدا الماتش الجيش لا بصوره مش هي دي الصوره اللي ممكن تلعب بيها نادي الاهلي. وبالرغم من كده ازار راح انفراد وكان في ضربه جزاء، يعني هنقول انها كانت صعبه شويه. الاهلي ضيع كده يعني، ضيع. كان في انفرادات. الاهلي ضيع فرص بالرغم من الكثافه العديه الدفاعيه. خلي بالك يعني. الاهلي الماتشات الجايه يعني انت بتتكلم مع كره احسن من كده. انا بقول لك اهو بمنتهى الامانه نادي يعني الاهلي صالح قطع. بص يا كابتن صالح بيتكلم فيه، صالح قطع اطعب باصه بانفراد. بس دي يعني رايح فين؟ ما هو خلي بالك هو خد الكوره يعني، بسام طلع برضو، بسام عنده ذكاء عليها برضو بتعمل فيه حلو قوي، عنده ذكاء برضو ان هو طلعش نام، لو نام كان ساعد ازارو، طلع وقف. بس انا مش لازم، كنت كنت راس حرب وعارف مش لازم وانا رايح انفراد ان انا اروح ارقص الجون. انا ممكن العبها من بدري في الجون، خصوصا ان بسام طلع وقف وساب الجون واقف. سهل الدنيا على الفرود، والكره دي سهله جدا. بص ازارو الكره دي سهله جدا، سهله جدا. ازارو كنت لسه بتكلم في الانترو، هو بيروح للجون كتير قوي يعني، انا بحب بس الجلاجة. خلي بالك، بس لازم يتلجم. خلي بالك الناس بتنقد ازارو ان هو بيروح ويضيع. خلي بالك ازارو لو ما لعبش مش هتلاقي حد يضيع. ده اللي كنت بتكلم فيه. بالظبط ده اللي كنت بتكلم فيه. لا ازارو لعيب مهم جدا، وانا سامع ان في اقاويل ان الاهلي عايز السنه الجايه الكلام ده مش مع الموضوع ده خالص. ازارو ما يمشيش الفتره دي خالص. انا بتكلم في القصه دي. انت بتضيع هتجيب، ومش سهل ان انت تروح. خلي بالك والناس بتورث من ورا ازارو. خلي بالك يعني سواء جيرالدو سواء رمضان سواء صالح طبعًا. الناس اللي حواليه سواء وليد سليمان لما يلعب لا الناس بتورث في يعني فرص من وراه. ايوه فانا شايف ان الاهلي يعني ايه عنده فرصه 90% انه ياخد الدوري. طب وفرص فوق 90%. وفرص النجاه من الهبوط، او خلينا نقول مين يعني القريبين من الهبوط ولا صعب؟ لا صعب. انت بتتكلم على النجوم الداخليه هم يعني اقرب للهبوط. اقرب للهبوط. لكن انت بتتكلم بقى، انت عندك امبي، عندك حرس الحدود، عندك بتروجيت، عندك الجيش، كل دول في الدايره. الانتاج والاتحاد. لا انا كلمني لغايه 34 35. 34 35 ما هو 35 دجله، ودي دجله. دجله بقى تحتها مين؟ دجله والانتاج وسموحه وطلائع الجيش بتروجيت حرس الحدود امبي الداخليه النجوم. انت بعيد عن الهبوط بقد ايه؟ احنا انت ما تفهمش ب 4 بونت. انت لسه الماتش النهارده ما نعرفش انبي عامل ايه بالظبط، بس بتكلم متعادلين 0-0. لو انبي مثلا اتعادل يبقى عندك البتروجيت 35 وانت سقف الهبوط بقى 31، يبقى انت بعيد عن الهبوط ب 4 بونت. خطر جدا، لان فاضل 9 بونت بره. في فرق عندها 3 ماتشات، وفي فرق عندها 4 ماتشات، في فرق عندها 12 بونت، وفي فرق عندها 9 بونت. بالظبط. فانت خلي بالك كمان، لو انت معتمد ان يجي لك فتره نفس الدوري هيتوقف وتلعب ماتشات بعد بطوله افريقيا، الزمالك لو خرج الدوري هيخلص قبل بطوله افريقيا. الزمالك لو خرج من النجم لا قدر الله، يعني انا عايزين الزمالك يكمل، بس يعني الزمالك لو خرج الدوري هيكمل قبل بطوله افريقيا. هيخلص. الكابتن احمد سامي بيقول يا جماعه لا قدر الله، عشان الزملكاويه اللي بيزعلوا مننا بنقول ان احنا بنتمنى. لا هو بيلعب يعني، احنا بنتكلم على الفرق كل اللي بتلعب في افريقيا بتلعب يعني، احنا كلنا بنبقى واقفين سبورت ليها، وبتلعب باسم مصر يعني. اكيد. عشان تعرفوا عدوا الجمايل. كابتن الاهلي والنجوم المباراه اللي جايه شايف المباراه ازاي؟ سهله صعبه؟ الدنيا هتبقى شكلها ايه؟ لا انا شايفها سهله بالنسبه لي. سهله؟ مش زي في ماتش الجيش. فرقه الجيش فرقه هيكل كبير، فرقه كلها لعيبه متمرسه في الدوري الممتاز ولعبت في الانديه كبيره، انت ما عدهم لك كده لعيبه كلهم على اعلى مستوى في فرقه الجيش، فالموضوع مختلف. يعني الفرقتين بس انت كنادي الاهلي انت اللي في الماتش الجاي في النجوم قادر ان انت تسهله على نفسك او تصعبه على نفسك ازاي؟ بص
كل الفرق اللي هي لسه مثلا زي النجوم، الفرق اللي لسه طالعه دوري ممتاز بتبقى مبسوطه انها بتلعب نادي الاهلي. اللعيب دايما بيبقى مبسوط ان هو بيلعب نادي الاهلي، زي ما انت ما شفت الفرحه بالنسبه لليفربول ان راح يقابل برشلونه، مع ان ليفربول فرقه كبيره بس مبسوطين ان هم رايحين يقابلوا برشلونه. شفت انا بقول لك، شفت ميسي ما هو انا بقول لك انا في كده بس كبير. هو الفرقه، هو في كده بجد، هو الفرقه، هو الفرقه يعني ما بيحطش فلات ده بيحط. بس هو ليفربول انا بامانه اتظلموا في الماتش، اتظلموا مش تحكيم ولا حاجه، اتظلموا في الفرص. لا فرص، هم ضيعوا فرص. سيبك ميسي يحط الثلاث، يعني الثلاث جوان اللي دخلوا فيهم، لا انت عندك فرصه صلاح في العارضه، عندك ماني مضيع واحده سهله جدا، يعني مضيعين ثلاث اربع فرص ليفربول. لو حط واحده بس انا كان نفسي ليفربول يحط جون واحد، الموضوع يبقى كان هيبقى سهل نسبيا، اسهل. بس الموضوع لسه، انت روما عملت الرده دي، انت تفتكر مع برشلونه برضو بالظبط، يعني لسه الموضوع مش سهل. يعني ليفربول فرقه كبيره، بس انا شايف انت، انا قصدي ايه عشان اللي انا كنت بقوله، انت شفت حتى ليفربول مبسوطه ان راح تقابل برشلونه، تمام. فالفرق الصغيره بتبقى مبسوطه انها بتقابل نادي الاهلي. نادي الاهلي لازم اللعيبه تبقى في الماتشات اللي هي مع الفرق الصغيره تبقى روحها 150% عشان روح اللعيب اللي بيقابله ده 200% بالظبط. فانا لازم ابقى روحي بالزبط. يعني لازم ايه زي ما تقول ايه، يعرف ان الاهلي جامد، يعمل يعني الاهلي جامد وعارف ان الاهلي جامد، بس يعرف ان الاهلي جامد جوه الملعب فعليا بالظبط. مش هو لو حس كده هينزل بالظبط، هينزل. اه لكن حضرتك بتتوقع المباراه سهله؟ يعني بالنسبه سهله لان الاهلي، خصوصا في ظل النتائج والروح المعنويه اللي يعني اللي للنجوم الفتره اللي فاتت يعني، وكمان دوافع الاهلي يعني. اه طبعا يعني الاهلي فاضل، خلي بالك الاهلي مطالب ان هو يكسب كل ماتشاته، وانا شايف مع احترام لكل الانديه اللي هو يلعبها الاهلي الفتره الجايه مش زي الاهلي، ويستنى ماتش الزمالك. ماتش الزمالك يكفي التعادل وياخد الدوري، والاهلي لو خد الدوري يبقى دوري بالنسبه لنا، بالنسبه لكل الاهلاويه هو كان بعيد جدا، كان بعيد جدا. وما ينفعش، لازم توصل رساله ان ما ينفعش اطلع من الموسم من غير اهلي ولا بطوله، دي هتبقى مشكله كبيره جدا. فدي البطوله اللي هترجع نادي الاهلي ثقته في نفسه السنه دي، ان انا لازم اطلع ببطوله. نمره اتنين، انا شايف التدعيمات شهر واحد كانت كبيره جدا، فلازم تنتج عنها بطولة. الإدارة في شهر واحد عملت فرقة تانية، فلازم تنتج عنها بطولة. نمرة تلاتة، لازم الجمهور، لازم الجمهور يفرح بتاع النادي الأهلي، لأن جمهور نادي الأهلي أو كل الأهلوية الفترة دي هي فترة محبطة بالنسبة لهم، فلازم البطولة الدوري دي هتبقى ليها طعم كبير جدا، لأنك أنت يعني ما خدتش أول الدوري إلا تلات أربع أيام ونزلت تاني في الفتره اللي بيراميدز ركب فيها، تمام. فانت الفتره دي عندك فرصه، عندك فرصه تكسب كل الماتشات، وعندك فرصتين، يا تكسب الزمالك يا تتعادل معاه. الزمالك ما عندوش فرصه واحده، لو كسب كل ماتشاته الا يكسبك، فانت عندك فرصتين، تمام. بس برضو بشرط ان انت الماتشات كلها اللي جايه لازم تاخد حقك بايدك من اول ماتش، ما تستنى كل ماتش. جميل أوي. مش هيبقى زي ماتش الجيش تجيب جون في اخر دقيقه، او واحد يطرد، او واحد مش عارف ايه، لازم ما تعملش نفسك ريسك بالظبط عليك نور. وخلي بالك نادي الاهلي عمره ما كان بيجيب جون ورتمه بيهدى، الفتره دي انا فتره مختلفه، الاهلي جاب جون في الجيش ورتمه هدي، ودي اول مره اشوف نادي الاهلي لما بيجيب جون عايز يجيب الجون الثاني والثالث. في ماتش الجيش لا، جاب جون واللعيبه رتمها هدي شويه في بدايه الشوط الثاني، ودي ساعدت الجيش ان هو يخش في الجيم مع تغييرات الهجوميه اللي عملها لوك مدرب الجيش، ادت افضليه نوعا ما للجيش، وفي نفس الوقت رتم نادي الاهلي هو اللي ساعد ان الاهلي يبعد عن الجون في بدايه الشوط الثاني لفتره كبيره جدا لغايه البنالتي لما جه. تخيل البنالتي ده، لو انت بالاداء ده والبنالتي ده جه للجيش في اخر، ما عندكش مش هيبقى عندك فرصه للتعويض، والروح المعنويه دايما بتزيد لمثلا طلاع الجيش. فانا قصدي ايه، ان انت دايما في الماتشات الجايه اللي هتلعبها خد حقك بايدك من الاول، ما تستناش اخطاء الفرقه المنافسه. تمام. يعني ايه؟ يعني انت خلي بالك، يعني نادي الاهلي لما بيلعب فرقه
عنده طبعا طريقته وهجومه وكل حاجه، وفي نفس الوقت بيستنى غلطات الفرقه اللي بيلعبها. لا انا مش عايز الفتره دي النادي الاهلي يستنى غلطات الفرقه اللي بيلعبها، يعني ياخد حقه زي ما انت قلت. زي ما انت قلت. نطلع فاصل ونرجع نسالك اخر سؤال قبل ما نقفل الحلقه. ماشي حقيقه. طب نطلع فاصل ونرجع نواصل مع النجم الكبير اللي بيشرفني دايما الكابتن احمد سيد. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ومنورني ومشرفني كالعاده كابتن احمد سامي. منور الدنيا يا كابتن مرة حبيبي. شايف اياكس وبرشلونه في النهائي ولا ممكن يقابلوا بعض قبل النهائي ولا شايف ايه؟ شايف ليفربول وتوتنهام. ايه يا كابتن ده؟ انا بحب عكس التوقعات خالص. لا 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 استحاله. طيب ماشي، توتنهام هتكسب اياكس. انت بتتكلم في حاجه مستحيله. وليفربول هيخلص. توتنهام هتكسب اياكس في هولندا. وليفربول هيخلص على برشلونه. هتكسب اياكس في هولندا؟ اه. راهن؟ أراهن. طيب ماشي. تراهن على إيه؟ نتائجهم. لا تراهن على إيه؟ تراهن على إيه؟ على عشوة. بص، لا إحنا عايزين حاجة، إحنا عايزين حاجة جامدة. حاجة جامدة الناس تشوفها. بقول لك إيه؟ أياكس كل ماتشاته اللي بيلعبها على أرضه مش نفس الباور اللي بيلعبها بره أرضه. ليه؟ معرفش. كل الماتشات لما تشوف كده نتائجهم، كل الفرق الكبيرة حتى ريال مدريد ويوفنتوس طلعهم على أرضهم. فانا شايف ان توتنهام ممكن يعملوا، خصوصا ان توتنهام يعني بدا الماتش وحش مع اياكس، لعب بثلاثه ورا، وما هو ما بيلعبش بثلاثه ورا، لعب بثلاثه اربعه ثلاثه، ما بيلعبش كده في الدوري بقاله فتره، ما بيلعبش على اربعه ثلاثه ثلاثه او اربعه اثنين ثلاثه واحد، فغير الطريق خالص. فلما حصلت الاصابه بتاعت السيرد باك بتاعهم نمره خمسه اجبرته، راح عامل رجع لطريقته تاني. أوكي. لعب بسرد باكين وبتاع، فادائهم بقى احسن وضاعوا فرص. لما انا شايف ان الماتش اللي هناك، لا هو الماتش اللي هناك هو الدنيا قريبه. توتنهام انا شايف ان توتنهام حاجه خارج التوقعات. توتنهام شايف ان هو يوصل، وشايف ليفربول هيكسب برشلونه. يكسبه، بس ممكن اصل نتيجه 3-0 دي كبيره، فممكن يكسبه ويوصل، وممكن يكسبه والنتيجه ما تسعفوش. شفت ميسي كان امبارح بيلعب مش بروح ميسي، بروح الكابتن، كابتن برشلونه. هو انا شايف ان هو متنرفز وبيلعب. انا شايف ان هو بينتمي لبرشلونه اكتر ما بينتمي للمنتخب. انا شايفه كده يعني بيلعب. وخلي بالك ميسي هو اكسبشن لكل لعيبه العالم. يعني هو يعني حاجه يعني موجوده حاجه. خلي بالك ان فرقه برشلونه مش قويه زي زمان لما يكون انيستا وتشافي يعني مش هم الفرقه اللي كانت زي زمان. فانت دلوقتي انت كمان ميسي بيعمل مجهود مضاعف. خلي بالك الكوره بتحبه، عشان مقتنعين هو لعيب جامد قوي وموهبه كبيره جدا، والكوره بتحبه. الكوره بتخبط في العارضه وتروح له هو، ويحطها على صدره ويحطها في الجون. راحت لحد غيره. لا ما راحتش لحد غيره. هو يعمل ايه؟ يحطها على صدره ويحطها في الجون. لا لا، ما يعني ده ميسي. اي لعيب تاني هيعمل ايه؟ يحطها في دماغه مش كده؟ هيحط، هيتكهرب، ممكن يقع. اخر حاجه قبل ما ننهي فقرتنا الجميله معاك كابتن احمد، المنتخب واجيري واختياراته والبطوله الافريقيه وحظوظنا فيها في عجاله. عبد الله السعيد يرجع. اوكي. احمد علي يلعب راس حربه. اوكي. بكار يتاخد باك رايت، انا بتكلم منتهى الامان. دونجا نص الملعب يبقى موجود. وليد سليمان بقى طالما اتكلمت. وليد سليمان وليد سليمان هيشوفه الفتره الجايه. تمام. هيشوفوا الماتشات المتبقيه. انت قصدك رامي ربيعه؟ بص هو بعيد خالص عن القصه، رامي ربيعه لازم يبقى موجود. قصدك هيستغل فتره بطوله افريقيا بصرف النظر عن تفكيره في ان هو يجهز منتخب من صغره. رامي ربيعه لعيب ما حصلش. تمام. في سيرت باك ما حصلش. تمام. مع حجازي الاثنين، ومن بعديهم عندك بقى الونش، عندك خلي بالك الباك ليفت المفروض يبقى موجود اختياراته مش ابو الفتوح، اختياراته ايمن اشرف وعبد الله جمعه الاثنين يبقى موجودين. تمام. يعني لكن انا شايف ان هو لازم يبقى في ميكس كبير خبرات، لانك انت البطوله عندك ومش هتقبل. سيبك بقى من كل الناس يقول لك انا الفرقه والدنيا ومش مهم، احنا هنوصل وممكن ربنا يكرمنا وناخدها وممكن ما حصلش توفيق ما حصلش حاجه. لا لا، الراجل ده هيتحاسب على
اختياراته وعلى البطوله في ارضك واحنا متعودين انها تتاخد. فانت لازم اختياراتك تبقى في مهمه هتنجزها دلوقتي، فانت تجيب الناس اللي متمرسه في الموضوع، اللي واخده على ضغط الجمهور، اللي واخده، لان البطوله عندك هي موضوع اصعب من البطوله تبقى بره. تمام، حظوظنا في البطوله ايه؟ لا مش حظوظ، مش حظوظ كبيره. كام في الميه؟ مش حظوظ كبيره، لا 50%. خصوصا ان السنغال فرقه جامده، المغرب الفرقه خليها 60 طيب عشان ترفع من روحنا المعنويه شويه. والله انت حظك يبقى كويس ان انت لو تفاديت المنتخبات دي الا في النهائيات تبقى حلوه. تمام، نورت وشرفتك. الله يخليك، استمتع بيك دايما والله. حبيبي بيدو، دي كانت فكرتنا مع النجم الكبير الكابتن احمد سامي. بعد الفاصل هيكون معاكم نجوم ونجمات فريق الباسكت سيدات والحائزات على كأس السوبر، كل التوفيق ليهم، ورافعين راسنا دايما، هيكون في ضيافة الكابتن الكبير الكابتن خالد العوضي. استنوهم وشكرا جدا لحضراتكم.